شي ساعة دما كانا وهي شاخدة العافية والحيوط كيترتقوا، يعني الناس مساكن جوج د الناس الله يرحمهم ويوسع عليهم والله يجعل كل حق عند سيدي ربي. سي فقاوة سمعنا اختي موتة ترتقات، اي واحد جار ديالك خاك يمك حسبو بابك، يعني فهمتي قلب بنادم اي واحد وقلبه. ما كاين دراري ما دخلوش يغمروا براسهم، كاينين الشباب الله يخليهم والله يخلينا ربي يولي نصرنا احنا بالعربيه، ربي حافظنا من عند الله. انا خاطرت بحياتي ودخلت لا اله الا الله محمد رسول الله. الناس مساكين كيتحرقوا، الناس اللي هبطناهم قدناهم قدناهم واللي هادي هبطوا جوج الجوتات، الله يحسن العون الله يصبر الوالدين ديالهم. اربعه ان جوج د بنيسس والراجل الكبير والمراه ديالو ولا ماشيهم، حنا هبطناهم لويناهم بطلعني بالشاوبه وجوج مشاو الله يحسن العون الله يصبر الوالدين ديالهم. دريت الحومه تحيه دريت الحومه ديالنا الحومه الحداد الشباب ديالنا. يعني انا اختي ما نكذبش عليك، انا ملي تشوت هادي مشيت نضار مشيت نضار عملت كولكاتو هادي وخرجت حالي. علاش ما جيتيش؟ لا اختي انا ما خصني طبيب ما والو اختي، انا بصحتي عارف راسي ما شبرتش فيا العافيه حتى ديك الدرجه. ربي يحفظني يعني خلاني ربي يحفظني والحمد لله. ليكم اليوم على سكينه حي الحداد، وقع واحد انفجار واحد الدار هنايا، وكنستأنفوا على هاد الحادثه اللي وقعت، وكنتاسفوا لموالين الضحايا والله يرحم اللي ماتوا والله يعاود موالين الضحايا. سمعنا داك الانفجار خرجنا مخلوعين بالديور ديالنا والحمد لله هادشي اللي وقع الله يرحم اللي مات. الناس في الحومه كان درويش فهمتي الراجل كيمشي، الدراري في الحومه قاموا بالواجب والله يرحم الوالد. لا طلعوا الدراري في الحومه دراري كبار فهمتي، خلينا الدراري كبار. العائله ديالو وعزيزه وجدو هادو خرجوا عزيزه وجدو المره الاولى نقدوهم الدراري يما ديونس وهاديك جبرتهم في الثاني عيس من الرغبة ساعة فاتني خرجت هي وبنا ساعة فات الهضرة بنا قال لها يما حنا غنموتو غنموتو جبرتها خرجناهم جوج بيهم ملي خرجناهم قالوا لنا باقي فوقي ما قدرناش ندخلوا واحد جوج دبنات بلا ما نقول لك وصافي واحد جوج دبنات كنخرجوهم كيرجعوا لنا للدرج هما حالتهم حالة الجلد ديالهم كاملين طايرين وحده الله يشافيها في عينها طارت لها كامله عينها مطيره ماتوا جوج مرة كبيرة وجوج ستة في الخاطر ستة في الخاطر حاليا وجوج ميتين جوج بنات وجوج رجال كبارين وهم خمسة ان شاء الله اللي ماتوا واش مرا واش بنت مرا ماتوا جوج دنت مرا كبيرة وبنت ما كاينش شيشة بحيت سمعنا كيقول شاب لا لا ما كاينش شيشة لا كاين اخر با جدو خرجناه ومريكانين اخ اخر ما كانش يفضل مرا كبيرة اللي ماتت مرا كبيرة قالت وحدة باقا صغيرة شي عافية شبطات فيها ما قدرتش واللي باقا صغيرة يمكن من ضربات بوطة جات شي صدمة في عقلها وبقات جلست هي مع عزيزها تما تتحرقات مسكين إذا كان شي واحد عنده الصحة يقدر يتنقص ولدك العافية يخرج ما تبقاش هذيك العافية ثالثة ومي حنا جبرنا العافية في الطبق الثالث على اليمين جبرنا النقشة على التم هوت الثاني تقريبا كلهم هوت الثاني جبرت تقريبا كلهم جبرت الابن والام ديالو جات
تيقولوا لنا حنا ما خارجين سيس خرجوا لنا عزيزه وخالتهم فوقين وصلنا كنجبروا العافيه فهمتي اللي خرجوا الوالا خرجوا جوج درجات خرج باد العايل وجدو وجوج دبنات جوج دبنات اصابه خطيره الله يكون من حاله مسكين الدار مصلوحه الدار جديده مصلوحه ملي تقص ديك البوطه تقات راجم الجاز خرج نقول لك واحد سكسه شي 20 متر جات به الزازه واقف جات به الزازه من راسو واحد العيد خوا ديالي مبقى لان داخل مبقى جات الحجره هنايا في راسو ايا طلبوا الله من وقع والو هنايا والحمد لله تشيد الله ما عندك ما تشيد